بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والاه، أما بعد، في هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة، شهر القرآن، شهر الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداء مصر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الخائن السيسي والعصابة التي تقف معه. وطبعا أنا أريد أن أعلق على رأس من رؤوس الجهموقراطيين، وليس من المرجئة في شيء، لأن المرجئة قديما كانوا يقاتلون وكانوا يعيشون مع حكام يحكمون بما أنزل الله، وكانوا يعيشون مع الحاكم المسلم الذي يحمي بيضة المسلمين وحوزتهم وينفذ حدود الله عز وجل ويقسم الثروة بين الأمة بالسوية. وقد يكون فيه ربما بعض الذنوب والمعاصي لأنه ليس بملائكة طبعا، ولكن يبقى الأمر أن المرجئة قديما كانوا يعيشون حياة إسلامية عادية. أما هؤلاء اليوم، منهم هذا الزهراني، هذا سمعته يتكلم بقواعد شرعية يبرر بها قتل المسلمين المعتصمين. أولا ذكر وقال في تبريره لما يجري في مصر، قال أن الرئيس مرسي رئيس فاشل، ولذلك تعين على ولي الأمر اللي هو الخائن السيسي العميل الصهيوني، قال يتعين على ولي الأمر ماذا؟ أن يقوم بهذا الانقلاب، ثم بعد ذلك الشعب فوض هذا السيسي لدحض الطائفة الممتنعة، وقال أن هناك إجماع بين علماء الإسلام أن أي طائفة ممتنعة إذا امتنعت مثلا عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن الحج فيجوز للإمام أن يقوم بقتلها. وطبعا جاء بهذه القواعد ويلقي الكلام على عوانه من غير تفصيل، وأنا أريد أن أبين أن هذا الكلام يخالف أصلا الشرع، باعتبار أنه حينما أشار إلى أن الرئيس مرسي ثبته الله عز وجل بأن فاشل، حسني حمارك كما يسميه الشيخ وجدي حفظه الله حكم مصر أكثر من 3 عقود، من 3 عقود، مع ذلك لم يذكر أحد ولم يقل أحد بأن الرئيس مبارك فاشل، مع أن الرئيس مبارك يعني فعلا لا شك في ذلك، لم يقدم شيء لمصر، وإنما جعل مصر شحاتة وعميلة لأمريكا. وحتى الآن الرجال الذين تحركوا هم رجال أمريكا. إذا كان حسني حمارك الرئيس الفاشل، مع ذلك لم تتكلم وتقول هذا فاشل وعلى القوات المسلحة أن تتدخل في انقلاب على الرئيس. لماذا لم تقل في ذلك الوقت هذا الكلام؟ لأنك كنت تعتقد أن الرئيس حسني مفاسق ولي الأمر، ويجوز له أن يزور الانتخابات، وهذا كلام موثق، أنت قد ذكرت هذا الكلام بأنه يجوز له أن ماذا يزور الانتخابات، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا، ومع أنه رئيس فاشل، ومع أنه رئيس عامل، مع ذلك لم تقل فاشل لجبنك، ولأنك علماني بلباس إسلامي. هؤلاء علمانيون ويعملون لتمكين للعلمانية وأهل العلمانية في بلاد الإسلام من الديمقراطيين والملاحدة وما إلى ذلك، بقالب إسلامي. إذا كان الرئيس مبارك رئيس فاشل، مع ذلك لم تقل فاشل،
وكنت ترى بأنه ولي الأمر، كيف تتهم أن الرئيس مورسي فاشل؟ مع أن الرئيس مورسي أصدق رجل حكم مصر، أصدق يعني حاكم في هذا العصر. أنا نقول شرعية يعني الرئيس مورسي أوضح من شرعية أوباما، أوضح من شرعية أوباما. والرئيس مورسي أصلا كان يواجه كل المؤسسات، وهذه اللي المسلمين كثير المسلمين ما يعرفوهاش، ما يعرفوش باللي كل المؤسسات كانت تعمل ضد الرئيس، لأن النظام سقط، سقط رأس النظام اللي هو حسني حمارك هو الذي سقط، ولكن النظام بقي هو هو. رجال أمريكا لم يتحركوا ولم يشيلهم أحد، فالمؤسسات كانت تابعة ربما أصلا كان يحركها اللامبارك من وراء القضبان، وكانت زوجته تتصل، وخاصة عدو الله الخبيث الملك عبد الله خادم الحرمين وليس الحرمين الشريفين. إذا كان تنسيق دولي للإطاحة بمرسي، الإعلام وسائل الإعلام كلها، المؤسسات كلها كانت تعمل ضد ماذا؟ لذلك اليوم كانت يعني تجهز نفسها لذلك اليوم حتى حتى ماذا يطاح بالرئيس بهذه الطريقة، أن الشعب المصري سائمة و يريد إقالة الرئيس. إذا هذا الرجل يكذب على الرئيس أنه فاشل، وإنما تحركه ماذا؟ رعب الدولة. أنا لا أسميهم يعني أمن الدولة، نسميهم رعب الدولة. هؤلاء يرعبون الناس، يرعبون الفقراء، يرعبون المساكين. ولذلك هذا الرجل من صنع ماذا؟ وزارة الداخلية صنعهم هذاك المجرم المقبور الملعون الأمير نايف، هو من صنع هذا الجهمقراطيين، هو من كان وراء وجود هذا الجهمقراطيين. ولذلك لما استدل وقال بأن الرئيس فاشل ولذلك تدخل ولي الأمر، هذا ولي الأمر من فوضه؟ قال الشعب. هل هذا تفويض؟ هل العاقل الحادق الذي يراقب ما يقول ويعلم أن الله عز وجل يحاسبه على كل لفظة يتلفظ بها يقول بهذا الكلام؟ وهل هذا يسمى تفويض؟ إذا لو اجتمعت الأمة الآن وقالت مثلا لزيد أو عبيد وقالت له نفوض لك الأمر، بايعناك. اللي خرجوا مثلا يوم الجمعة الماضية ملايين خرجت ماذا؟ ضد الانقلاب. لو قالوا نفوض مثلا البلتاجي او الشيخ عبد المقصود وغيرهم، قاتلوا انت رئيس، هل يقال هذا رئيس؟ ولذلك هذا الناس يدلسوا على المسلمين، يأتوا بالاطلاقات والعمومات والقواعد الشرعية ماذا؟ ليبرروا عمل يخالف الشرع، يخالف العقل، يخالف القانون، يخالف الفطرة، يخالف ابتغاء مرضات ماذا؟ الطاغوت. لذلك إذا كنا نقول بأنه لو خرج لا أدري كم من مليون وقالوا بيعنا فلان، لا تتم البيع، لأن لا نعلم الشعب كله هل يرضى بهذا أم لا. وإن كان من الجانب الشرعي مثلا إذا نظرنا كيف تمت البيعة للخلفاء رضي الله تعالى عنهم وطريقة البيعة كيف كانت باجتهاد طبعا، نعلم وندرك أن الأمر يختلف تماما في عصرنا هذا، لأن الآليات قد تختلف، ولكن يبقى الأصل والجوهر، الجوهر أنك لا تبايع إمام إلا على تحكيم الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. لكن طريقة البيعة قد تكون بالانتخاب، قد تكون بطرق ووسائل
جديدة لا بأس بها لأنها مبنية على الاجتهاد والوسائل. طيب إذا كيف أنت تقر بأن هذا ولي الأمر وفوضه الشعب، مع أن هذا الرجل هذا كل من اجتمع وفوض لهذا المجرم الخائن لا يتجاوز عددهم 100,000، 100,000 مستحيل أن يتجاوزوا هذا العدد، لأنني كنت أراقب والصور مباشرة، ليس الصور التي كان الجيش المصري ينشرها، هذه صور معروفة أنها مفبركة، والجميع المتخصصين في علم الصورة وعلم الأفلام وما إلى ذلك يعني ذكروا هذه الأشياء، ونحن نؤمن بالاختصاص. وكذلك أنا كنت أرى صور مباشرة في CNN كان يتكلم مباشرة في ربما 8 أو 9 ليلا مباشرة من ميدان تحرير فارغ لا يوجد فيه، يعني تشاهد هكذا فراغ كبير جدا، وهذا موثق كذلك في الفيديو بإمكان أي شخص يراه في على المواقع. أما يعني المكان الثاني أمام الرئاسة لا يتجاوز العدد هناك 2000 شخص، هؤلاء يفوضون هذا الرجل، هل هذا يسمى تفويض؟ إذن التفويض لا يكون بهذا. الرئيس الشرعي وإلى يومنا هذا والغد وبعد الغد وكل آت قريب، يبقى الرئيس الشرعي لمصر هو محمد مرسي. إذن هذه النقطة تاع التفويض نقطة باطلة ولا أساس لها من الصحة، لا سيما أن الشعب المصري قال كلمته وللرئيس 4 سنوات، ولا يحق لأحد أو جماعة أو طائفة أن تقيل الرئيس بهذه الطريقة، لأن هكذا سندخل في الفوضى كما هو مشاهد الآن. هذا الرجل قال أنا تدخلت من أجل حتى لا تسفك الدماء، الآن يسفك الدماء حتى يبقى هو. إذن لابد لنا أن ندرك أن هذه النقطة التي أشار إليها نقطة باطلة. النقطة الثانية وهي القاعدة التي ذكرها، كل طائفة ممتنعة، إذا امتنع الطائفة عن صلاة الفجر قال العلماء يجوز قتالها، وأي طائفة ممتنعة يجوز للإمام ماذا؟ أن يقاتلها، هذا صحيح. طيب الطائفة الممتنعة العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا، هو ذكر أي طائفة امتنعت عن صلاة تقاتل حتى ترجع إلى الصلاة، أي طائفة امتنعت عن الزكاة تقاتل حتى ماذا تؤدي الزكاة، أي طائفة فعلت لكن لم يذكر عن طائفة التي تعطل حكم الله، لأن العلماء ذكروا بعض السنن، قالوا طائفة مثلا إذا تركت الأذان تقاتل، إذا تركت الأذان تقاتل، والذي يترك الحكم بما أنزل الله جملة وتفصيلا، ولا يكتفي أنه لا يحكم بما أنزل الله، يضيف تشريعات كفرية، تشريعات كفرية ما أنزل الله بها من سلطان، يقننها وتضاهي أحكام الله عز وجل ويفرضها على الأمة بالحديد والنار. هذا كذلك هذه طائفة ممتنعة، الذي يمتنع أن يحكم بالإسلام أيا كان فهو طائفة ممتنعة. لماذا الذي ذكر وقال هؤلاء خرجوا عن ولي الأمر؟ حتى الذي يخرج على ولي الأمر لا يقال له طائفة ممتنعة، حتى ماذا؟ حتى يراسله الإمام، لأن الخروج على الحكام أنواع وألوان، هذه الجماعة يجعلون كل من خرج على الحاكم فهو من الخوارج، وفي حقيقة الأمر أن هناك خروج الخوارج وهناك خروج البغاة، وخروج البغاة ينقسم إلى قسمين، جماعة تخرج عن الإمام لشبهة أو مظلمة، خرجوا
عندهم شبهة على هذا الإمام، خرجوا عليه. الإمام لا يجوز لهم أن يقاتلهم حتى ماذا؟ يزيل هذه الشبهة. إذن إذا أزالها وبين أنهم أخطأوا أو كانوا قد تأولوا نص أو ما إلى ذلك ينتهي الأمر. فإذا راجعوا الحمد لله، وإلا وإذا لم يعودوا في هذا الحال يستعين بالله عز وجل على قتالهم. كذلك لمن عندهم ماذا؟ مظلمة. إذا باتفاق العلماء إذا كانت عندهم مظلمة، الإمام ماذا يجب عليه؟ أن يزيل هذا الظلم الذي تعرض عليه هؤلاء، ثم بعد ذلك يعوضهم هذه المظلمة. هذا هو الأصل. هذا إذا قلنا السيسي هذا الخائن يعني ولي الأمر، هذو الناس ظلموا، لابد ماذا؟ أن يعوض لهم، يزيل هذا الظلم الذي تعرضوا له، ثم بعد ذلك يعوض لهم حق ما تعرضوا له من الظلم وما إلى ذلك. إذن هؤلاء بغاة، لكن كان عندهم ماذا؟ شبهة. إذا خرجوا على ولي الأمر شرعي، السيسي خائن مجرم لا يكون من ولاة الأمور في شيء، وكل من فوضه لقتل المسلمين فهو بعيد كل البعد عن الإسلام، لأن من يستحل دماء المسلمين ويعطي تفويض بقتل المسلمين فهذا ليس من المسلمين في شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام يقول فيه، أو معنى ما قال، يقول كل من قاتل المسلمين من أجل إيمانهم ودينهم فهو من جنس المشركين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو، هذا هو الحكم. إذا من خلال هذا نقول هؤلاء على الأقل أنهم ظلموا. مع ذلك هذا إذا قلنا بهذا. النقطة الثالثة، هناك من يخرج من أجل الملك، يشوف روحه باللي هو من باب أولى، هذا حاكم شرعي تمت له البيعة عند جميع المسلمين، ويشوف روحه هو من باب أولى أن يكون الحاكم، فيطلب الملك ويخرج على الحاكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الثاني ايا كان، هذا يريد شق عصا المسلمين، فبالتالي حكمه القتل، والسيسي هو الذي يستحق هذا. اذا هؤلاء الذين يخرجون من اجل الملك منهم السيسي. وكذلك هناك خروج قطاع الطرق. إذن الخروج راه ألوان وأشكال، ما هوش خروج الخوارج فقط. حتى الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، هل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر بقتالهم؟ بلى، قال لهم إن لنا عليكم ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله عز وجل، ولا نبدأكم بقتال، ولا نمنعكم حقكم في الفئة. خرجوا عليه. إذا أين هو من أن كل من يخرج على الإمام يقاتل؟ كثير من الناس لا يقرون ببيعة الحاكم ولا يعترفون به أصلا، هل هؤلاء يقوموا بقتلهم؟ إذا العلماء يقولون إذا خرجوا وبدأوا بالفساد كما فعل الخوارج قديما، فعلوا قديما، إذا بدأوا بالفساد وقتل الناس بغير حق وما إلى ذلك، في هذا الحال على الإمام أن يتدخل، إلا ولو أنهم لا يعترفون بإمامته لا يجوز له ماذا؟ أن يقوم بقتلهم. إذا هذا الناس الذين يأتون بقواعد شرعية، وهذه القواعد الشرعية قواعد اتفق عليها أهل العلم، وينزلونها على غير، يعني لا يحققون هناك تحقيق المناط وهناك تخريج المناط. ففي تخريج المناط قد يأتون بالقاعدة سليمة أو الحديث أو الآية صحيح
أو الآية من كتاب الله عز وجل. ولكن إذا أرادوا أن ينزلوا هذا القاعدة أو هذا الحديث أو الآية على النازلة، تجد أن القوم أبعد الناس عن الحق وعن الدين وعن الشرع وعن الفطرة وعن القانون. لذلك هذا الناس الجهموقراطيين هما شر أنزال أنجاس، ما عندهمش علاقة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذو ناس الدور تاعهم ماذا؟ هو تمكين للملاحدة ليس أكثر. ولذلك لما كان الرئيس مرسي، هؤلاء الأنزال بعضهم يقول له اتقي الله، بعضهم يقول له راهو لا شيعة، بعضهم يتهمه بكذا، لما جاء السيسي يتعامل مباشرة، افتح للصهاينة الطائرات تضرب وتقصف، والاتصالات مع مخابرات يعني مصر مفتوحة للجميع، الملاحدة لا يتكلمون أو يتنفضون بشيء، وإنما همهم القضاء على المسلمين، القضاء على الإسلام. لذلك هذ الجهموقراطيين أنا أنصح إخواني ما تسمعوا لهم، ما تنشروا الكلام تاعهم، ما ولا شيء. وكذلك لا تحتملهم، سميه الحمار كما وصفهم الله عز وجل في كتابه، الحمار والكلب، أحذية الحكام. لذلك لما تجيب قاعدة وتقول كل طائفة ممتنعة، هذه القاعدة طبقها الحاكم الأول الذي يمتنع عن تطبيق الحكم بالحكم الشرعي وحدود الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمره أن يحكم بما أنزل الله. إذا هو امتنع هو طائفة ممتنعة. لماذا القواعد ينزلونها على المسلمين المستضعفين في الأرض، ودائما يقفون مع الحاكم الطاغوت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بالنسبة لهذا المجرم هذا. أما النقطة الثانية التي تتعلق يعني بما نشاهده الآن، المؤامرة يعني عالمية، ما هيش على مصر، راها يعني إذا كنتم تذكرون لما كان الرئيس مرسي ولم يذهب إلى أمريكا وأقلق ذلك أمريكا، لكن أمريكا كانوا عندها الرجال تاعها في الجيش المصري منهم السيسي، فكانت يعني كثير من التصريحات للمسؤولين الأمريكيين أنهم عندهم ماذا مصادر في الجيش يتصلون بها. وطبعا قبل الانقلاب تكلم وزير الدفاع الامريكي مع الخائن السيسي، بعد ذلك 24 ساعة تم الانقلاب. لذلك يعني انا نقول مشكلة الامة اليوم في هذا الجيوش، هذا الغرب الذي احتل بلاد الاسلام وخرج منها مدحورا، ترك العملاء والاذناب والاذيال الذين تشبعوا بأفكاره وبسياساته ورضعوا من ألبانه، وحتى الكثير منهم يأخذ بدينه، يعني الدين العلمانية هذا دين، فبالتالي خلوا المؤسسات، كل المؤسسات سواء في التعليم أو في الطب أو في العلوم الاجتماعية أو في السياسة أو في الصحافة أو في الإعلام، أو يعني كل المؤسسات، كل من على رأسها إما علماني أو شيوعي أو ديمقراطي أو ملحد. وكذلك بالنسبة ماذا للجيش، الجيش القيادات كلهم ملاحدة، الجنود طبعا جيب الجنود ومدلوا الأمر، ثم بعد ذلك عندهم ماذا طريقة دخل السكنة، السكنة مغلقة، الجندي لا يصله شيء، يغلقوا عليه كل شيء وبالدعاية يمشوه بالدعاية، هؤلاء يتعاملون مع إسرائيل، هؤلاء كذا، يعني حتى ماذا هذا الجندي هذا يخرج مقتنع بأن فعلا هؤلاء يتعاملوا مع إسرائيل، مع أن الذي فعلا يتعامل مع الصهاينة وأعداء الأمة للقضاء على أمة الإسلام هم هؤلاء العملاء.
ولذلك أنا أقول هذه الجيوش يجب على الأمة الإسلامية أن تفككها تفكيكا، لأن هذه الأنظمة لا تحكم إلا بهذا العصا، تستعمل دائما الجيش، تلجأ إلى الجيش. أنا هنا في الجزائر مثلا الجيش في 62 في 63 في 65 يعني بومدين استعمل الجيش في هذه المراحل الثلاثة، استعمل الجيش وفعلا تم القضاء على من يعارض الرئيس. وحتى في 65 في طاهر الزبيري في قضية الانقلاب على بومدين، قال لهم بومدين بالحرف الواحد، قال لهم وصلوا الى المكان يقال له عفرون امام قريب مدينة بوليداء، قال لهم رحيوه عفرون، قال لهم والحمد لله ربي تم يعني تمت بخير. المهم دائما يخرجوا الجيوش. احنا الجيش في 88 لما خرج كان يتلذذ بقتل الشعب الجزائري، شعب اعزل ما عنده ولا شيء يتلذذ. في 88 في 86 في 86 كذلك، ثم في 88 لان كانت في القضيه تاع مصطفى ابو علي في 86 ربي يرحمه ويسع عليه، مع انه ما كانش يقتل كان يحمي نفسه فقط في ذلك الوقت، وراح 88 90 91 الى يومنا هذا. اذا هذه الجيوش القاده اللي يحكموها ملاحده عملاء خونه، ولذلك يجب ان تفكك ما دام هذه الجيوش موجوده بهذه الطريقه وبهذه التركيبه، لا تقوم للامه الاسلاميه قائمه. والا تصوروا يعني من اين جاءوا بهذا الناس؟ البلطاجي بلباس مدني يحميه الشرطي، هذا البلطاجي بسيف او بعصا ويضرب او يفعل شيء، فاذا وجد رد الفعل يجي الشرطي يوقف. لا توجد دولة، ما كاش حاجة اسمها دولة، كاين واحد عنده سلاح يحكم بالسلاح بلغة السلاح، ما كان لا قانون لا، هم القانون هم الدولة هم السلاح هم الشعب. لذلك هذه الجيوش هذه لازم تفكك. وزير الداخلية الصور حية لقتل المتظاهرين، قال لك احنا عمرنا ما السيسي يقول اليد هذه اللي تمد على المصري تقطع، انظروا ماذا فعل. يعني مبارك من اللي حكم مدة 30 سنة ما قتلش هذا العدد اللي قتلهم السيسي في اسبوع. مبارك يعني مع جبروته وظلمه وبطشه و مع ذلك ما فعلش، وش راه يفعل هذا المجرم؟ لذلك نقول على الأمة الإسلامية أن يعني تفكر جيدا في تفكيك هذه الجيوش وبنائها البناء السليم، الجيوش التي تحمي الأوطان وتحمي المعتقد وتحمي الأمة وثوابت الأمة وهوية الأمة، وإلا نبقاو هكذا كالعبيد، نبقى كالعبيد عند هؤلاء القوم. هذا الجندي هذا حامل سلاح ويعرف باللي هذا اعزل، كان المفروض يطلق في الهواء، مع ذلك يقتل يرمي شعبه، نساء اطفال لا يبالون، الناس ساجدة تسجد لله عز وجل، الصهاينة ما فعلوا ما لم يفعلوا هذا، مع ذلك يرمي بغير رحمة ولا شفقة ويتلذذ بالقتل. لو كان يجوا أعداء، والله لو كان يجوا أعداء تدخل بلاد واحدة أخرى، هذا الناس هذو يرمي سلاح ويروح، كما الذي شاهدناه في العراق. شكون اللي بدأ يقاوم؟ الشعب العراقي المسلم هو اللي بدأ يقاوم. أين الجيش اللي كان فيه 7 ملايين ومليون ونص اللي كانوا تاع انتحاريين وكذا؟ أين هؤلاء؟ شكون اللي يقاوم؟ لأن هذه الجيوش تربات تخاف الحاكم، ما يقدرش يناقش، كيمد له واحد أمر يقول له طبق ومن بعد تكلم، لا يحق له أن يتكلم،
ولذلك هو بالنسبة له اللي يغلب واللي عنده القوة هذا هو اللي يعطيني الأوامر. لذلك لما يجي العدو لا يستطيعون أن يفعلون شيء ويتركون الأمر أو الميدان والشعب بعد ذلك يقاوم. لكن لما الشعب أعزل يدخل ويتلذذ ويقتل ويطبق وما كان حتى مشكل. هذا ما أردت أن أقول في هذه العجالة، جزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل عفوا أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يثبت أهلنا في مصر وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في السيسي الخائن وعصابته يوما أسودا وأن يسلط عليه سيف انتقامه. أمين أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.